يلي قالني هو نتيجة تدخلنا بالتحقيق بالوثيقة اللي قدمناها. ما فهمت. مردوخاي مات مقتول، أنا متأكد ما انتحر. طيب مو لازم التحقيق يحسم هاي القصة؟ مشكلتي بالوثيقة اللي قدمتها تمارا. مو الوثيقة طالعة من مؤسسة حكومية إسرائيلية؟ هي الوثيقة مزورة وطالعة من مؤسسة عنصرية هدفت برئ مردوخاي قدام القضاء الإسرائيلي. هلا فهمت. يعني نحن متورطين بقضية مردوخاي بدون ما نحس. تماما، واللي مضايقين إنه نحن عم ندافع عن القاتل هلا لنخلص حالنا من الابتزاز الوسخ. يعني صرنا مبينين وكأنه شركاء بالجريمة. طيب كيف هيك صار يعني؟ هيك صارت الأمور بسرعة، بس اللي بيهمني هلا إنه ستك تضل بعيدة عن هذا الموضوع. طيب ديفيد، كتير كويس انك رحت على الزيت. اي لا لا، لسه ما خلصنا، لسه في عنا شغل كتير، لسه انا باول طريق. ايه بشوفك قريبا وبتصل معك لحدد لك موعد. مع السلامة. بيقولوا إن اللوحات بتعبر عن شخصية الفنان، مزبوط هذا الحكي ولا كل شي لحال؟ أكيد مو كل شي لحال. هلأ بالأخير اللوحات بتعبر عن شي جوات الفنان، بس أكيد مو كل شي. أول ما دريت من نجيب إنه مشروعك عن التراث الدمشقي كتير انبسطت، لأنه الموضوع كتير بيهمني. بس أنا خايف إنك تكوني فهمان التراث إنه هو عبارة عن حارات قديمة وبرندات خشب وبيوت لبن. بس هذا تراث؟ مزبوط، بس مو فن. المكان بيعبر عن الإنسان، والحارات القديمة وبيوت اللبن والبرندات الخشب كلها أماكن بتعبر عن أهلنا اللي عاشوا فيها. مزبوط، بس أنت عم تحكي عن الموضوع، عن المعنى. أنا قصدي عن الشكل، طريقة التعبير. بس الشكل والموضوع ما بينفصلوا عن بعض. أكيد المواضيع هي هي، بس طريقة الطرح هي الجديدة. بجوز. بعتقد أنك روحانية كإنسانة وكفنانة وكألوان هوائية. صحيح أنت شو برجك؟ برجي الجوزاء. توقعت، هوائي. نادراً ما بتقبلي النقد. بقول لك شغلة ما بتزعل؟ تفضلي. أنا بعمري ما حبيت النقد، لأنه بعمري ما حسيت فيه. النقد السلبي طبعاً؟ لا، السلبي والإيجابي. بتصدق؟ ما بكون مبسوطة لما يجي حدا يمتدح تكوين اللوحة أو التضاد اللوني واستخدام الظل والنور ومدري شو. بحسه قريان شي كتاب بالبيت وجاي يسمع لي. يعني أنا عم أعمل هيك؟ بعدني ما بعرفك منيح. مع الوقت بتعرفيني أكتر إن شاء الله، إذا أنت حابة طبعا. إذا حابة شو؟ إنك تعرفيني أكتر. مثل بعضها. خلينا نطلع نقعد معا برا. أساساً أنا ما حكيت معها لحتى أزعجها. إما هي هون المشكلة. ما فهمت. إنك ما حكيت معها شيء، ما التكشت حتى. شبك نجيب، قبل ما نجي لهون كنا أنا وياها سوا، وقت إجينا لهون طلعنا أنا وياها لفوق على السطح، وقت نزلنا أنت بعد ما تلسانك علقت علينا إنه منضل لازقين ببعضنا. أنا شفتك بعيني واقف أنت ورشا وتاركينا لحالها. كيف تاركها لحالها؟ ما هي كانت واقفة معنا. واقفة معكم ولا كأنها موجودة. شبك وانت ورشا نازلين بعض مسجات ومدري شو مثل المراهقين. هلا اذا بعتت لرفيقتي مسج او بعتت لي مسج منصير مثل المراهقين؟ ولك يا اخي تنفلق كل مسجات الدنيا اذا حبيبتي بدها تزعل مني. معقول انت واحد حبيبته جنبه تاركها مشان كم مسج وشغلات سخيفه؟ بيرجع بيقول لي تاركها. ما هي كانت واقفه معنا، يعني انا كنت جنبها يا بني ادم. ولك مو المهم انها تكون جنبك، المهم انها تحسك قريب، مو غريب عنا. معقول لك ماهر؟ انا بدي اقول لك عن لبنى، انا بدي اخبرك عن الحب. نجيب انت ليش هيك عم تحكي معي؟ مو لانها بنت عمي، بس لاني بحسها مثل اختي. ولك لبنى هي انا اكثر واحد بالدنيا بعرف قديش عاطفيه وحنونه. معقول يحرق حريشك؟ والله ما عم بعرف شو بدي اقول لك. انت ما بتعرفها للبنى، هي منيحه وظريفه مزبوط، بس هي ما بيهنا لعيش الا اذا شافتني باليوم 24 ساعه، وبهال 24 ساعه لازم نضل لازقين جنب بعضنا عم نحكي عن الحب والاشواق والحنين. عن جد انا ظالمتك، الله يكون معك، زعلت عليك. ليش عم تتمأنس نجيب؟ ما رح احكي شيء هلا، هي جوا بتحب تحكي معها تفضل، ما بدك تصطفي.
ماشي اتفقنا. يلا باي. شو صفاء؟ بدك نامي اليوم هون؟ لا، وعدي عمتي عروبة بدي ارجع البيت. هلا هذا اللي طلع معك؟ طلعت كل مشكلتك معي انه انا حابة اقضي وقتي معك؟ بسيطة. لبنى، انا عندي اهل واخوات ورفقات، عندي دراسة وعندي شغل، عندي افلام بحب احضرها، عندي اغاني بحب اسمعها، عندي خصوصيات ما فيني من دونها، وعندي انتي، فشو بدي لحق للحق؟ وانا كمان مثلك، ولا مفكرني بلا اهتمامات؟ لا طبعا، بس الفرق بيني وبينك اني انا ما بتدخل بخصوصياتك. تعرف ليش؟ لانه الحياة يا استاذ اولويات، وانت بالنسبة لي اولوية. ما هذا الفرق بيني وبينك، انت مانك من اولوياتي، انا في عندي شغلات كتير بحياتي بدي ساويها، وهي الشغلات ما فيني اتخلى عنها كرمال حدا او شيء. هلا انا صرت حدا او شيء بحياتك؟ انا لبنى عم تحاكيني بهاي الطريقة؟ ولك ليش؟ رد رد. بسيطة، مثل ما بدك. ليكي لبنى، يمكن انا غلطت بالحكي وعصبت عليكي وانتي عصبتي. ماهر لا تحط الحق علي. خلينا ناجل هالحديث قدام الشباب هلا. انت هاد كل اللي همك الشباب ما هيك؟ لك صرعتونا انت وياها، فيكم تتخانقوا بس وطوا صوتكم لو سمحتوا. كنن هيك بحبوا يتغزلوا ببعض. تعي تعي. انتوا خناقاتكم وقصصكم ما رح تخلص. عن جد نحن تعبنا عنكم. مو حلوة بحقنا نحن الاثنين. الله يوفقك، اتركني بحالي. هات لشوف شو رأيك بهي الرسمة؟ كتير حلو. وأنا كتير بحبها، كان مزاجي كتير. عمار فوت قل له لهالدب يطلع من البيت، أحسن ما أعمل له جرسة لسا ما صارت. خير نجيب شو في؟ مين قصدك؟ هذا اللي ما بتسمى ماهر كازانوفا. لي شو عمل؟ زعلها للبنى، انتبهت عليه هون، رحت قلت له على أساسي راضية، عم فات زعلها بزيادة يا زلمة. هاد لأنها غبية، الحق عليها من الأول. لا لبنى ما لها غبية، بتعرفيها قديش عاطفية وحساسة. لهلا عم تبكي وما وقفت؟ طيب خلص سروق، طول بالك، انا هلا بروح باخذ الشباب، اساسا نحن تاخرنا. اسف عمار. خلص ولا يهمك، بعدين انا بعرف لبنى شو بتعني لك. بكره ما تنسى تحاكيني؟ ان شاء الله. ماشي، يلا بشوفكم خير. مع السلامة. مع السلامة. شو بنا؟ خلص سروق. هيك بنرجف منه.